اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن محسن، عايز اروح لحضرتك لشكل النادي الاهلي النهارده وبدايته للمباراه، يعني مهمه جدا بدايه النادي الاهلي النهارده، وكمان شكل البنك الاهلي ممكن يكون ازاي. النادي الاهلي هيجبر البنك الاهلي على التراجع في بدايه المباراه نتيجه الضغط العالي اللي بيعمله النادي الاهلي، وبيعمله بطريقه سليمه جدا وطريقه مؤثرة على الفرق الأخرى، بحيث أنه هو الفريق الآخر إذا فكر في الهجوم فبيجد أنه طوفان من الضغط، سواء من جهة كهربا كأول مدافع أمامي بيتحرك مع قلوب الدفاع، أو من توب من الجهة اليسرى للبنك الأهلي، أو من الشحات من الجهة اليمنى. وبالتالي هذا الثلاثي مطلوب منه الضغط، ولكن يعني هناك بعض الأوقات الأهلي بيضغط بطريقة فيها نوع من عدم الانضباط. يعني لما تعمل ضغط، الضغط ده المفروض يتم جماعي. كل اللعيبه في نفس اللحظه، تقارب في نفس الخطوط السنية. مهم كمان في الضغط، نفس الثانيه بيبقى في الضغط، ما يبقاش في لعيب بيضغط ولعيب تاني ما بيضغطش، يبقى بالتالي هيعمل فجوه وهيخلي اللي بيضغط ده هيقع في كمين، ان هو يبقى في وسط ثلاثه يلعبوا عليه باصات وما يقدرش يقطع الكوره. فالضغط يعني من أهم مواصفاته أن يكون ضغط جماعي مش ضغط فردي. الضغط الفردي ده يعني بيبقى هدفه تعطيل لاعب، أنك أنت بتضيع وقت، أنك أنت بتحاول أنك أنت تخلي الكرة في النصف الآخر من الملعب. لكن الضغط الجماعي هو يهدف إلى الاستحواذ على الكرة والاتجاه إلى الهجوم. والضغط الأمامي العالي بيسهل لك أمورك بطريقة من الامكانيه انك انت تسجل هدف مبكر او تسجل هدف سريع. ليه؟ لانك انت موجود في المساحات الخلفيه للفريق الاخر. مين المفروض يقود الضغط يا كابتن محسن في الملعب؟ لازم يكون بيقولوا في قائد في الملعب هو اللي بيقود عمليه الضغط، بدل ما يكون الضغط منفرد من كل لاعب. المفروض يكون في قائد بيقوم بيها. يعني انا فاكر واحنا بنلعب زمان كان حسن حمدي اللي بيقوم بالدور ده. واحنا واقفين بنميل، بس بنميل بنميل، وبعدين مع اشاره حسن حمدي يقول لك ايه؟ اضغط. يبقى كل الفريق بيضغط في نفس الثانيه. يعني الضغط هنا بيجي من رامي ربيع وياسر ابراهيم، المفروض بإشارة. ما يجيش بإنه، لأنه اللاعب اللي بيضغط مش شايف ظهره، لكن ودانه تسمع، ممكن هو يسمع الإشارة إنه أنت مش محتاج تبص لورا عشان تاخد إشارة بالإيد، أنت محتاج إنك أنت تسمع، تطرطق ودانك عشان تسمع كويس، لأنه لو ما سمعتش كويس هتضغط، يبقى أنت هتقع في فخ، بعت نفسك في وسط ثلاث لعيبة يلعبوا عليك كورة زي ما هم عايزين. فالضغط الأمامي دي بقت ميزة وسمة من أداء النادي الأهلي. أكيد وبالتالي ده اللي بيميز النادي الاهلي في الفتره الاخيره. اتكلم سريعا عن النقطه دي كمان كابتن. طبعا حضرتك بتتكلم قوه الدفع من الخلف والاشاره من الخلف، لكن كمان مهم جدا الاشارات الاماميه. يعني وارد جدا تكون اشاره الضغط من راس الحربه، من كهربا، او من مسام ابو علي سمعا بيعملها، لكن دي بتتركز على الربط السريع جدا ما بين بيرسي تاو، حسين الشحات، بتتكلم على قفشه، مهم جدا دور قفشه في عمليه الضغط، وتحتيه كوكا ومروان. انت بتتكلم على خمس ست لعيبه، الاشاره بتدي اول ما بيبان في الملعب ان كهربا بيدي اتجاه الناس كلها وراه، يبقى دي اشاره. مجرد الضغط من كهربا على سيرد باك وبيديله زاويه معينه، دي في حد ذاتها اشاره ان قفشه يبدا يكمل، يبقى حسين الشحات بيضغط، يبقى وسط الملعب كمان بيكمل فيها بشكل كويس. بس في حاجه ملاحظه في الحته دي، انه كهربا بيبالغ باعطاء اشاره الضغط. يعني اول ما بيجري تلاقي قاعد بيشاور بايديه شمال ويمين، ما انتش عارف هو يا عم استنى شويه، دخل بقى عنده رتم المباراه دلوقتي بقى. يعني هي مش مقارب شويه بالضبط، لازم طبعا يكون يتريس 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 ويبص شمال ويبص يمين. لما يلاقي الكوره بتطلع من مسافه من الباك رايت لقلب دفاع، دي مسافه تسمح بالضغط، لانه علشان كمان يحافظ على مخزونه البدني على مدار 90 دقيقه. كابتن هاني، النهارده غياب نجم الاهلي ونجم الشباك الاول طاهر محمد طاهر، وعوده مره اخرى لبيرسي تاو. المطلوب من بيرسي تاو النهارده خاصه ان، يعني شوف النهارده بعد غياب طاهر بدات الناس تقول فين طاهر؟ يعني صحيح. طاهر المباريات اللي فاتت بيأدي اداء رائع، ليه بصمه مع فريق النادي الاهلي سواء في التسجيل او في الصناعه. بيرسي تاو النهارده غياب بقاله فتره، لكن بياخد فرصه من بدايه المباراه. على فكره حتى انا كان في رايي او وجهه نظري، حتى لو طاهر موجود كان يبدا ببيرسي تاو، حتى لو طاهر المباراه دي
زي ما بنتكلم لازم تدخل اللعيب وتدخله في المباريات بشكل جيد، مش اخر مثلا ربع ساعه 10 دقائق، لا لازم اللعيب كمان يحس ان هو موجود في بدايه المباراه، زي ما اتعمل مثلا مع مصطفى شوبير. انا في رايي كان بيرسي تاو حتى لو طاهر موجود كان ممكن جدا جدا يبدا ببيرسي تاو ويكون طاهر معاه. طاهر عمل مجهود كبير الفتره اللي فاتت، وبالتالي ممكن جدا كان يبقى مخزون او كارت معاك بتلعب فيه في الشوط الثاني، سواء على مستوى الجناح او كمان على مستوى راس الحربه، لان طاهر كمان في مباريات كتيره لعب كراس حربه. لكن وجود بيرسي تاو، المطلوب من بيرسي تاو انه يلعب كورته، يعني مهم جدا جدا ان هو يكون عنده انتاج على المرمى. بيرسي تاو لعيب كويس، عنده امكانيات كويسه، قد يكون في بعض الاحيان الحاله الدفاعيه بتاعت بيرسي تاو غير بتاعت طاهر، ده جزئيه في الحاله الدفاعيه. هجوميا عنده حلول كويسه، بيستغل السرعات بشكل كويس، يعني حتى في المباريات اللي نزلها اخر ربع ساعه لا كان ليه شكل، المباراه اللي نزلها المباراه الاخيره عمل شكل اخر 10 دقائق ربع ساعه، عمل خطور على المرمى. فايه المطلوب من بيرسي تاو؟ مطلوب انه يظهر بمستواه اللي احنا عارفينه، مستواه الجيد على مستوى الدفاع، على مستوى التحضير، لان زي ما يمكن الباز قال هو عندهم يعقوب لعيب باك شمال، لعيب كويس كورته كويسه، هو عنده جزء هجومي بشكل كويس، فهو يحاول بقى يوزن الموضوع ده كويس قوي من خلال طبعا تعليمات المدير الفني، انه يستغل المساحه اللي ورا يعقوبه بشكل جيد، ان يكون لبيرسي تاو كمان لازم يكون ليه اثر في الهجمات بشكل ايجابي. يعني اتمنى النهارده يحرز هدف، لان بالنسبه له كمان هتبقى حاله ايجابيه جدا. دلوقتي الاهداف ما بتتحسبش بس لروس الحرب، الحقيقه كل على مستوى العالم كله بتلاقي الاجنحه وسط الملعب بيسجلوا. واضح جدا بيرسي تاو يعني بدايته هتبان من خلال المباراه، انه يكون عنده كمان عايز يرجع نفسه، فده لازم يبان في الملعب، يعني بيبان في الحته الدفاعيه، بيبان في واحد على واحد، بيبان في الكرات الهجوميه، الكرات المشتركه، بتكلم على السبيريت كمان.